بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش اختبار الفصل الأول في المادة وتحولاتها للسنة الثانية من التعليم المتوسط. وبدون إطالة مع الوضعية الأولى لهذا الموضوع، إذن فالوضعية الأولى يقول: صنف التحولات التالية إلى تحولات فيزيائية وتحولات كيميائية. أعطى لنا مجموعة من التحولات: انحلال السكر في الماء، صدأ مسمار حديدي، تعفن الزبدة، تبخر الماء، احتراق المغنيسيوم، انصهار الجليد، احتراق الخشب، انحلال الملح في الماء. ثم ثانيا اختار الإجابة الصحيحة. خلال التحول الكيميائي تبقى الجزيئات محفوظة أو تكون الجزيئات غير محفوظة. أثناء التحول الكيميائي الذرات غير محفوظة أو الذرات محفوظة النوع والعدد. إذن فبدون إطالة مع الجزء الأول نصنفه في جدول كما تلاحظ. إذن تصنيف التحولات: لدينا التحولات الفيزيائية أو التحول الفيزيائي يتمثل في انحلال السكر في الماء، تبخر الماء، انصهار الجليد، انحلال الملح في الماء. أما التحولات التي أعطيت وهي تصنف كتحول كيميائي: صدأ مسمار حديدي، تعفن الزبدة، واحتراق المغنيسيوم، واحتراق الخشب. بعد ذلك نختار الإجابة الصحيحة. إذن اختيار الإجابة الصحيحة: خلال التحول الكيميائي تكون الجزيئات غير محفوظة. أثناء التحول الكيميائي تكون الذرات محفوظة النوع والعدد. نمر إلى الوضعية الثانية: أتمم الجدول التالي. لدينا اسم الجزيء، صيغته الكيميائية، مجسمه أو نموذجه، أنواع ذراته، عدد كل نوع ومجموع ذراته. إذن لدينا مثالين: اسم الجزيء الأول هو الماء، صيغته الكيميائية هي H2O، مجسمه أو نموذجه الجزيئي المتراص كما تلاحظ هو ثلاث ذرات: ذرة الأكسجين ذات حجم كبير باللون الأحمر، وذرتي هيدروجين متماثلتين باللون الأبيض. إذن أنواع ذرته هي هيدروجين وأكسجين. الهيدروجين 2 والأكسجين 1. إذن فمجموع ذرات هذا الجزيء هي 3 ذرات. نمر إلى السطر الثاني أو المادة الثانية: الصيغة الكيميائية هي CO2. إذن فCO2 فهذا الجزيء هو اسمه ثنائي أكسيد الكربون. نموذجه الجزيئي أو مجسمه هو كما تلاحظ ذرة كربون تتوسط ذرتين من الأكسجين. إذن أنواع ذراته: لدينا الأكسجين ولدينا الكربون، حيث أن الكربون ذرة واحدة والأكسجين ذرتين. مجموع ذراته كذلك هو 3 ذرات. نمر إلى الوضعية الموالية، الوضعية الثانية في هذا الموضوع التي نصها، أو الوضعية الإدماجية التي نصها كالآتي: الصيغة الكيميائية للبنزين هي 6H6. يحترق احتراقا تاما مع أكسجين الهواء في محرك السيارة منتجا بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. بناء على المعطيات السابقة أتمم الجدول التالي. إذن الجدول فيه السطر الأول: التحول الحادث هو احتراق البنزين بواسطة الأكسجين. السطر الثاني: نوع التحول، يعني يطلب منا أن نعبئ هذه الخانة المقابلة. ما نوع هذا التحول؟ هل هو فيزيائي أم تحول كيميائي؟ لا شك أن الاحتراق هو تحول كيميائي. إذن هنا عبأنا السطر أو الخانة الأولى: تحول كيميائي. الأنواع الكيميائية المتواجدة في الجملة قبل التحول. إذن فقبل التحول لدينا الجملة مكونة من نوعين، هما البنزين وثنائي الأكسجين. بعد التحول كما جاء في الوضعية أو في السند ينتج لنا بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. إذن بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون. الآن صيغها الكيميائية. إذن فهو حدد لنا صيغة البنزين في الخانة الأولى. إذن ينبغي أن تكون كلمة البنزين مكتوبة في نفس العمود. فكذلك الآن الأكسجين ستكون الصيغة مكتوبة في نفس العمود الذي وجدت فيه كتابة الأكسجين هكذا.
وفي الجهة المقابلة كذلك أعطى لنا الصيغة الكيميائية للماء في العمود الأخير، معناها الصيغة الكيميائية لثاني أكسيد الكربون تكون في العمود الأيسر. النموذج المجهري لها، إذن هنا سنضع النماذج بالطريقة التي تتبعناها، يعني الكتابة أو رسم نموذج البنزين يكون تحت صيغته والأكسجين تحت صيغته. نؤجل النموذج إلى نهاية الحل لكي نمر بإيجاد القيم. إذن بما أن كتلة البنزين المحترق هي 168 وكتلة مجموع المتفاعلات أو المحترقين مع بعض هي 648، معناها 648 هي كتلة البنزين زائد كتلة الأكسجين، نستطيع أن نستنتج كتلة الأكسجين. إذن فكتلة الأكسجين هي 648 ناقص 168 ونجد 480 معذرة 480. إذن 480 هي كتلة الأكسجين، حسبناها بطرح قلنا كتلة البنزين من الكتلة الإجمالية. الآن نمر إلى النواتج، كيف وجدنا أن ثاني أكسيد الكربون يساوي 540؟ فكتلة المجموع، كتلة المجموع مثل ما ذكرنا، يعني كتلة النواتج 108 مع كتلة ثاني أكسيد الكربون المجهولة تعطي لنا 648. لماذا؟ لأن في التحول الكتلة محفوظة، أي كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج. إذن ما دام عندنا 648 هنا في النواتج الإجمالية تكون 648. بما أنه أعطى لنا كتلة الماء، نطرح كتلة الماء من كتلة المجموع نجد 540 اللي هي كتلة ثاني أكسيد الكربون، أي 648 ناقص 108 تساوي 540. نعود إلى النموذج المجهري لهذا التحول. إذن قلنا النموذج المجهري لهذا التحول، أخذنا هذا الجدول كما تلاحظ، التحول الحادث دائما هو الاحتراق التام للبنزين، لدينا قبل التحول وبعد التحول. إذن الصيغ الكيميائية تعبر عن المواد قبل التحول وبعد التحول. قبل التحول كان لدينا البنزين C6H6 الأكسجين O2، بعد التحول سيصير لدينا ثاني أكسيد الكربون CO2 زائد الماء H2O. إذن ما هو النموذج الجزيئي لهذه الأفراد؟ إذن فنبدأ بالميثان، معذرة، بالبنزين. جزيء البنزين C6H6، معناه علينا أن نرسم 6 ذرات كربون ملتحم بها أو مرتبطة ببعضها ومرتبط بها 6 ذرات هيدروجين. لاحظ، ها هي 6 ذرات كربون على شكل حلقة. إذن 1 2 3 4 5 6، كل ذرة كربون مرتبطة بذرة هيدروجين، إذن 6 مع 6، وهي الطريقة الأصح والأنسب والعملية. هذا الجزيء في عدد من جزيئات الأكسجين سنبحث عنه يعطي لنا عدد جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، نعرفها ببساطة. بما أنه ينتج فقط ثاني أكسيد الكربون والماء، معناها هنا ستكون لدينا 6 نماذج من هذه الصيغة. لماذا؟ لأن الكربون يوجد 6 ذرات، إذن كل ذرة كربون ستكون مرتبطة بذرتين من الأكسجين، إذن سيكون لدينا هنا 6 نماذج. لاحظ، هكذا ينبغي أن نفهم هذا جيدا. إذن الكربون الأولى، الكربون الثانية، الكربون الثالثة، الكربون الرابعة، الخامسة، السادسة. إذن هكذا نكون قد استنفذنا الذرات الستة الموجودة هنا. كل ذرة كربون تحتاج إلى ذرتين أكسجين، معناها ينبغي أن يكون لدينا جزيء أكسجين 2 3 4 5 6. إذن هنا مبدئيا ينبغي أن يكون لدينا 6 جزيئات أكسجين، لكن لم ننهي العملية بعد. الهيدروجين ينبغي أن يتحول إلى ماء، إذن لديك 6 ذرات هيدروجين، بمعنى سيكون لديك 3 جزيئات ماء. انتبه جيدا، 6 ذرات هيدروجين ينبغي أن يكون لك 3 جزيئات ماء. حينما تجمع ذرات الأكسجين الحمراء هنا وهنا ستجد العدد فرضي، ونحتاج إلى هذا العدد من الجزيئات من الأكسجين لكي يحقق لنا هذا الغرض.
إذن لنحسب، إذن لدينا جزيء 2 3 6 7 8. ربما لا نحتاج إلى هذا الثامن، هل 7 تكفي؟ 7 جزيئات، 7 جزيئات معناها 14 ذرة. 14 ذرة هنا استنفذنا منها 2 4 6 8 10 12 ها 14. إذا يبقى لنا هذا، يعني هذا الجزيء يحتاج إلى جزيء آخر من الأكسجين نأخذ منه ذرة، لكن ستبقى لنا ذرة، بمعنى العدد هنا زوجي وهو 16 والعدد هنا فردي وهو 15. إذا كيف يحل هذا الإشكال؟ الذرات لا تعيش بشكل منفرد، فينبغي أن نضيف جزيئا آخر من البنزين، يعني ينبغي أن يحترق جزيء آخر. الجزيء الآخر سيحتاج إلى نفس العدد من الأكسجين لكي يعطيني نفس العدد من ثاني أكسيد الكربون والماء، وبالتالي يحل هذا الأمر. كانت باقية لنا هنا ذرة، إذن سنحتاج إلى 6 جزيئات، إلى 7 جزيئات أخرى زائد ذرة ويحل الإشكال. إذن فيعطي لنا 6 جزيئات، يعني هذا الجزيء لما يتفكك يعطي لنا 6 جزيئات ثاني أكسيد الكربون وثلاث جزيئات من الماء. هذا العدد يحتاج لنفس العدد من الأكسجين الذي ذكرنا، أي قلنا 7 جزيئات ونصف جزيء، إذن يصبح لدينا المجموع هكذا. الآن إذا تأملت ولاحظت ستجد بأن عدد الجزيئات الموجودة أو عدد الذرات الموجودة هنا من الأكسجين كلها استنفدت في هذه النواتج، يعني لدينا 24 ذرة موجودة في ثنائي أكسيد الكربون وست ذرات موجودة في جزيئات الماء. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.